إذن متابعينا الكرام، التنقل لجماهير حسنية أكادير اللي قطع أكثر من 800 كيلومتر متابعينا الكرام باش تحضر هذا الماتش ديال تطوان وحسنية أكادير، فبرافو الجماهير السوسية اللي جات بأعداد غفيرة متابعينا الكرام هنا لمدينة تطوان. نتمنى إن شاء الله أننا نشوف روح رياضية سواء داخل أرضية الملعب وكذلك بين الجماهير التطوانية، عفوا بين اللاعبين ديال فريق المغرب التطواني وكذلك لاعبي حسنية أكادير. بقاو معنا متابعينا الكرام نستمعوا الأهازيج ديال الجماهير السوسية اللي حاضرة وبأعداد كثيفة.
Thank you.